بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنتكلم عن مفهوم مهم جدا اسمه الجينريك. جينريك كديفينيشن وايه الادفانتج بتاعته وايه البروبلم بالظبط اللي هنركز عليه. الجينريك طبعا طريقه مهمه جدا وفيتشر مهمه جدا عشان نقدر نعرف بيها كلاسز او ميثودز او بروبرتيز او اي حاجه من الحاجات ديت. كل فكرتها ان انا عايز اكسسها باكتر من نوع بيانات مختلف، من انواع بيانات مختلفه، ونشيك عن نوع في الاخر خالص اثناء الكومبايل تايم. الادفانتج بتاعته طيب سيفتي، ان انا اقدر طبعا اشيل نوع وفي نفس الوقت اقدر اشيل اكتر من نوع او اي نوع مختلف. تايب كاستنج مش ريكوايرد، مش لازم اعمل النوع بقى واحول من تايب كاستنج وكلام زي كده، كل الكلام دوت مش ريكوايرد. وبكومبايل تايم تشيكينج، يعني كل ما ابدا ابعت يبدا يشيك اثناء الايه، اثناء الران تايم. يعني ايه الكلام ده؟ انا الوقت عايز اعمل شغل يقدر يشتغل مع اكتر من نوع بيانات، ايه اللي يخليني اتحدد بنوع بيانات موحد بعينه؟ هي دي فكره الايه، الجينريك. فانا لما يكون مثلا عندي او انا عايز استخدم مثلا شيء، والشيء دوت ممكن يشتغل معايا مع الانتجر وهو يشتغل مع الدبل، انا في الاخر بيبقى عندي مشكله. هركز المره دي في المثال بتاعنا اللي احنا نشتغل مع بعض على المشكله. يعني خلينا نوضح المشكله. عملت باكج سميتها جينيريك اكزامبل 1 مثلا. تعال خلينا في المشكله دلوقتي، مش هوريك الجينيريك لكن هوريك المشكله اللي هيحلها الجينيريك. لو جيت عملت كلاس اسمه امب، عايزين نشوف المشكله اللي بيحلها الجينريك في المثال ده. فعملت كلاس اسمه امب بياخد ايه، سالري، والسالري دوت انت رقم صحيح. وعملت فار سالري وده نوع انت خلاص، وبياخد السالري اللي انا جبته من فين، اللي انا جبته من البرايمري كونستراكتور اللي عندي. وفي الانيشاليزيشن قلت ذيس دوت سالري، اقصد بيها طبعا الفار سالري بتساوي السالري اللي هو طبعا مفهوم على طول اللي هو البرامتر بتاع الكونستراكتور ده العادي، كلمه ذس بتفرق لي برايمري وبرنت لاين، بس هطبع السالري بس مش اكتر، هطبع السالري او ذس دوت سالري او يعني السالري اللي جالي بس عشان نشوفه. ففي البرنت لاين هقول له سالري از وكولون، وهقول له اطبع بس الايه السالري كده نشوفه اول ما بنعمل منك اوبجكت، ماشي مش اكتر من كده. وتعالى على فانكشن اسمها مين، ده كده ما عملتش حاجه، انا باخد بس امب وببعت له المرتب بتاعه وبيطبع لي المرتب بس مش اكتر. في فانكشن اسمها مين عرفت var salary int وده نوعه امب خلاص، بيساوي امب وفتحت قوس وبعت له مثلا ايه 7000 خلاص، عرفت salary int وده من النوع امب، وقلت له بقى امب وبعت له السالري بتاعه، مفيش اي مشكله خالص. طب لو عجيت اعرف فاريبل تاني متعرفته سالري دبل وعرفته من الامب ومتقايل الامب وجيت ابعت له مثلا 7550 مثلا او 7.5 مثلا 7500.5، ايه اللي هيحصل معايا هنا؟ الكومبايلر هيطلع ايرور. ليه؟ هيقول لي يا عم انت مظبط انك تشتغل انت، منين تشتغل دبل، منين تشتغل فلوت، ما ينفعش ولا دبل ولا فلوت ولا هو كله النوع اللي انت حددته فقط لغير. طبعا ده هيبقى عندي دي المشكله بتاعه الايه، الجينريك. هنشوف ان شاء الله في الفيديو الجاي ازاي بنحل المشكله دي ونخلي الجينريك يتعامل مع اكتر من نوع بيانات.